استاذ علاء سلام صباح الفل. استاذ علاء سامحني. استاذ عبد الناصر تحياتي لحضرتك ولحضرات السادة المشاهدين. قول لنا تفاصيل هذا الحكم يا استاذ علاء حيث يا استاذ علاء سامحني. سامعك استاذ عبد الناصر. بقول لك قول لنا دلوقتي انا من تونس من وكيل اللاعب حمدي النقاز ان الفيفا يؤكد الحكم الصادر لصالح اللاعب حمدي النقاز بإلزام الزمالك بدفع 1,300,000 دولار ويؤكد الحكم الاولاني. وده يعني يا استاذ علاء ان كل الورق اللي طلعه مرتضى في الاعلام وقال لك هنقدمه والقضيه لسه ومش لسه كله هراء مثله مثل هراء لقب القرن. اتفضل يا استاذ علاء. الزمالك كان طعن وقدم مستند وقال ان اللاعب مساله حصوله على مستحقاته الشهريه دي غير موجوده، اللاعب بيحصل على فلوسه دفعات سنويه. تمام. ورئيس النادي وخرج وقال ان الملف ده ما تمش نظره محدش شافه، لكن النهارده خرجت انباء في الصحافه التونسيه انباء قويه ان المستند طلع ان هو تم دراسته وان الفيفا قالت ان المستند سليم، مساله ان اللاعب يحصل على مستحقاته شهريا وليس دفعات زي ما قال رئيس الزمالك. تمام. رئيس الزمالك قال لك مساله اللي يحصل عليها شهريا دي مش موجوده، بيحصل عليها دفعات سنويه. تمام. لكن النهارده الصحافه التونسيه قالت لا، الفيفا في حيثيات الحكم قالت ان اوراق حمدي النقاز سليمه بنسبه 100% وان المستند اللي موجود انه بيحصل على دفعاته كل شهر مستحقاته كل شهر شهريا موجوده وكمان الفيفا اكدت صحتها. تمام. فكده يبقى الحكم بتاع حصول النقاز على 1,300,000 دولار لازال قائم، لكن برضه لسه الزمالك مقدم طعن ولسه المحكمه الرياضيه هتقول الحكم النهائي بخصوص طعن الزمالك. يعني في الحكم النهائي بخصوص طعن الزمالك لسه هيطلع. يعني طعن الزمالك هو اللي خرج النهارده. طعن الزمالك مفصول عن الحكم اللي طلع، يعني الحكم ده تأكيد ولكن نظر طعن الزمالك ده المحكمة الرياضية لسه. لسه نظر الطعن بتاع الزمالك لسه ما تنظرش ما خرجش فيه الحكم. تمام. لكن النهارده خرجت حيثيات تؤكد أحقية حمدي النقاز في 1,300,000 دولار وبتقوي موقفه وبترد على مسألة الورقة اللي موجودة بتاعت حصوله على مستحقاته شهريا. يعني الزمالك بيقول لك لا، هو بيحصل على مستحقاته دفع سنوية، ما فيش حاجة اسمها شهرية، لكن حمدي النقاز قدم ورقة بيقول انه بياخد مستحقاته شهرية وما حصلش على مستحقاته حسب بنود العقد وان مستحقاته تأخرت عليه، فبالتالي فسخ تعاقده من طرف واحد. النهارده الصحافة التونسية قالت ان في حيثيات الحكم موجود الكلام ده وموجودة الورقة دي وان الفيفا اعترفت بيها، لكن طعن الزمالك على الحكم الأساسي اللي خرج بحصول حمدي النقاز على 1,300,000 دولار لسه لم تنظره المحكمة الرياضية. طيب كمان جاءني الآن على كنبة منصفين، احنا الكلام ده عندنا من حوالي 3 ساعات أو 2:30 ولكن طبعا كل النهاردة مشغول في موضوع محمد عثمان ومرتضى منصور وكان من المفترض يبقى معنا في اللايف الأول. جاءنا كمان أن الكابتن محمد فاروق في برنامج البريمو أكد هذا الكلام وكتب على صفحته صدمة مدوية في الزمالك بسبب النقاز، حيث أكد الفيفا على صحة المستند المقدم من اللاعب وحقه في مبلغ 1,300,000 دولار مما يضعف موقف طعن الزمالك. طبعا يا استاذ علاء اريد تعليقك، بدل النهارده ما كان يطلع مرتضى او الزمالك يرد على هذه الحيثية. لا 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 انت خدت بالك، لا 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 ثواني يا عبد الناصر، اتفضل خدت بالك من اخر سطر كاتبه الكابتن محمد فاروق؟ يضعف طعن ايه؟ المستند المقدم يضعف طعن الزمالك. يبقى احنا لسه بنقول ان طعن الزمالك لسه المحكمه الرياضيه هتحكم فيه ولا لا؟ ايوه ما انا عارف، ما انت كلامك صح، ما انا ما قلتلكش حاجه، ما انا بقول لك كلامك صح. لا يعني احنا بنقدم المعلومه الصادقه للناس. لا لا لا, لا احنا ما نقولش كده، بنقدم المعلومه الصادقه للناس. يا سيدي الفاضل احنا مش طرف ولسنا ضد الزمالك، احنا بنقول بدل النهارده ما كانوا يطلعوا يقولوا لنا الحيثيات دي طلعت ازاي وموقف الزمالك ايه ويطمنوا الجماهير، توهوا الناس في حته ثانيه، ما القناه الزمالك وما الخلاف شخصي ما بين محمد عثمان ومرتضى منصور. يعني ده سؤالي ليك يا استاذ علاء. والله يا استاذ عبد الناصر، جماهير الزمالك قالت كلمتها في قناه الزمالك. تمام.
ناس كتير منهم قالت ان دي مش قناة النادي، دي قناة رئيس النادي. تمام. وانا بأيد كلام جماهير الزمالك. واحد بيقول لي ما ترد على قضية التخابر، آسف لأول مرة أقول لك كل يوم برد. كذب وبهتان، ولا رحنا تحقيقات ولا جينا. يا صديقي المحترم الأستاذ محمد حسن، هذا كلام عاري تماما من الصحة. أرجوكم لا تكونوا أرضية خصبة لتصديق كل ما يقوله هذا الرجل. لا ينطق كلمة كذب، لا ينطق كلمة إلا كذب، لا ينطق كلمة إلا كذب. وانا رديت اكتر من مرة في موضوع التخابر، فمش هقعد اقوله كل يوم، الناس هتزهق. احنا ناس عندنا الجديد، احنا ناس عندنا الجديد، احنا ناس عندنا الجديد. وعندي مفاجآت ليك تاني بس دلوقتي، ولكن خليني يا استاذ علاء. اذا الحيثيات تؤكد صحة الكلام اللي قاله انيس بن ميم والحكم اللي صادر لحمد النقاز، وعلشان كده النهاردة كانت قناة الزمالك مطالبة انها توضح ده للجماهير، ولكن هربت. ولكن يبدو ان كل مره الاستاذ انيس بن ميم وحمد النقاد بيضربوا الدنيا على قفاها، يعني كل مره يروحوا نازلين يكسروا الدنيا، كل مره يروحوا نازلين يكسروا الدنيا، كل مره يروحوا نازلين يكسروا الدنيا. اذا نؤكد ان طعن الزمالك ما زال قائم، ولكن الحيثيات اللي طلعت النهارده اشارت لان الورقه التي يعتمد عليها مرتضى منصور في الطعن، موقف حمد النقاز فيها سليم 100%، وبناء عليه هذه الحيثيات كانت صادمة وهرب منها مرتضى منصور وراح لأحاديث أخرى. طيب أستاذ علاء، قول لنا ردود أفعال جماهير الزمالك وسوشيال ميديا القلعة البيضاء في ما حدث ما بين الأستاذ محمد عثمان ورد مرتضى منصور عليه، إذا كان لديك معلومات كردود أفعال. لا، هو طبعا فيديو الاستاذ محمد عثمان فيديو مزلزل، وعمل نسبه مشاهدات كبيره جدا جدا، واتعمل له رواج كبير جدا جدا. وانا شخصيا لقيت حد اكتر من حد بعته لي على الماسنجر، وشفته واتفرجت عليه. فطبعا فيديو مزلزل قوي جدا، زي ما بيقولوا كده. الاستاذ محمد عثمان جاب جون من نص الملعب دبل كيك في الثمانيات، يعني عمل فيديو صارخ وقوي وصادم، ويعني وفي معلومات طبعا هو بيسردها وبيقول لك ان هو متاكد منها وان هو كان شاهد عيان عليها وكان موجود فيها. فطبعا فيديو مزلزل تم تناوله بصوره كبيره وعليه مشاهدات كبيره جدا جدا جدا، واعتقد ان الفيديو ده هيفضل يعمل صدى الفتره الجايه ايام طويله واسابيع طويله واشهر طويله. طيب يعني خليني اقول لك ان ملفنا النهارده كله في هذا الاطار، كل الاخبار هناخدها معاك بكره ان شاء الله، لان عندنا موضوعات كثيره جدا في هذا الملف. شكرا جزيلا يا استاذ علاء، شكرا. طيب خلينا نروح لحاجه مهمه، ونروح لاول مقطع في رد مرتضى منصور النهارده، وابدا بنفسي، يعني خليني ابدا بنفسي. مرتضى منصور تحدث عن موضوع التخابر وموضوع المسجات اللي قالها، وخلينا نسمع هذا المقطع لنوضح الموضوع بشكل عشان الإخوة المحترمين اللي بيسألوا، رغم ان احنا كذبناه بدل المرة 700 مرة. اول مقطع اهو، هنشوف قال ايه في مرتضى منصور ورد الناس معانا، او اذا كان رد مطلوب مني. نبدا بهذا المقطع. مش عارف ايه يا ابني، انا مش محامين، ولو انا محاميه مفيش عيل فيكم يخش الجلسه. وبعدين بقى كاتب ايه ده؟ سيبك من كل ده. قال لك المحكمه النهارده هتأيد حبس جهاد الغزال ده التوش. يا نهار ابيض، هو حضرتك عرفت منين؟ ده انت هتتحبس من انت كاتبه ده. انت اللي رافع الدعوه. انت جاي بتشيل القاضي. هو حضرتك القاضي قال لك ايه؟ والمحكمه تؤيد. ايوه معاك يا استاذ علاء. معانا مجموعه من الاخبار المهمه، هناخدك كده سريعا. طيب اتفضل، ماشي الاستاذ. طيب ماشي الاستاذ علاء، عنده مجموعه من الاخبار المهمه يا جماعه. طب لحظه واحده بس، لحظه شغل السماعه. طيب ماشي، عشان احنا كنا بدينا في ردود مرتضى منصور. تعال محمد شغل. طيب خلينا بس لحظه اظبط السماعه معاك. طيب خلينا استاذنكم قبل ما نروح للردود
حدود ناخد الاستاذ علاء بيقول عنده اخبار مهمه جدا، فخلينا نشوف هذه الاخبار وتفاصيلها بشكل مباشر. طيب هنكلمك احنا يا استاذ علاء، ماشي اقفل وكلمه انت، هنكلمك احنا. اذا يا جماعه الامور النهارده في اربع خمس مقاطع مهم ان يترد عليهم، هنشوف رد شوبير وهنشوف رد احمد جمال وهنشوف رد بتاعي على موضوع المخابرات، وهيتبقى ردين بتوع الاستاذ محمد عثمان اقول لكم هيرد امتى هو والنادي الاهلي. فخلينا بس نروح الاول الاستاذ علاء طلب المداخله لانه عنده خبر مهم جدا قبل ما نسترسل في موضوع مرتضى منصور. طيب انا عارف ان هو الموضوع البطل، ولكن خلينا نروح لعلاء حمام الاول ونشوف ماذا لديه علشان خاطر ايه الاستاذ علاء يقعد يرن علينا ويعمل لنا ازعاج. استاذ علاء اتفضل يا استاذ علاء سريعا في 3 دقائق. باشا الزمالك يقرر عدم الذهاب للفيفا في عقدة القرن. الزمالك عقد لجنه مكونه من الاستاذ احمد جلال نائب رئيس النادي وعضويه هاني زاده وعلاء مالك نائب رئيس النادي احمد مرتضى ومعاهم محمد بيومي خبير اللوائح، اوصوا رئيس النادي ان الزمالك يتجه للكاف لا يتجه للفيفا، وبكده الزمالك مش هيتقدم بشكوى للفيفا في قضيه القرن في الفتره الحاليه. تمام. هيتقدم للاتحاد الافريقي. تمام. رئيس الزمالك اعلن وقال لك اللي بيسرب عقود اللعيبه ابو سنيد القطري. تمام. قال لك ابو سنيد القطري هو اللي بيسرب عقود اللعيبه. ماشي يا علاء، انا عندي الردود يا علاء، يا استاذ علاء انا عندي الردود دي بالفيديوهات، مش عايزك تروح لها خالص، انا عندي بالفيديوهات وعندي الناس هتعمل مداخلات عليها. مفيش مشكله. سيبني انا كان الموضوع ده بتاعي، اتفضل. ماشي، في دلوقتي مفيش مشكله، خلاص مفيش مشكله في دي. الاستاذ حسام مشواري احنا بس مباشر. هاجم محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بسبب صالح جمعه، وقال له هو مش خدام عندك، انت ده مش اسير، سيبه. وطبعا الكلام ده اغضب جماهير الاهلي لان كده هو بيتدخل في شان ما يخصوش. كمان رئيس الزمالك شن هجوم عنيف جدا على وليد سليمان، وقال ان وليد سليمان لاعب الاهلي طلع معاش ومبطل كوره ومعمول له عقد ب 22 مليون جنيه. ففي عدد من جماهير الاهلي نشروا النهارده عقد خالد بوطيب لاعب الزمالك، واللي طبعا بيحصل على مليون و290 الف يورو في الموسم، وعقده 81 مليون جنيه في 3 سنوات. وطبعا بيقولوا له شن ارفع ايدك عن وليد سليمان، ما تهاجمش وليد سليمان. وطبعا جماهير هاجمت رئيس النادي رئيس الزمالك بعنف لانه شايف هجوم عنيف على وليد سليمان، وقال عليه انه مبطل كوره وطالع معاش. كمان هاجم مصطفى شوبير لاعب النادي الاهلي حارس المرمى الشاب نجل الكابتن شوبير، وقال ده بياخد 5 مليون جنيه في الموسم، انتوا بتتكلموا ليه على مساله عقد سيف نجل الكابتن شوبير. عندنا الزمالك فشل في توفير 180 الف دولار مقدم تعاقد الفرنسي كابتلون. كان في معلومه ان النهارده المفروض يبقى في جلسه بين مسؤول الزمالك وكابتلون عشان الراجل يجدد عقده، لكن الزمالك فشل في توفير مقدم التعاقد ال 180 الف دولار، فبالتالي الجلسه ما تمتش، والزمالك في صدد توفير ال 180 الف دولار عشان يجدد عقد كابتلون لمده موسم. تمام. عندنا الشرطه العراقي رفض دفع 500 الف دولار نظير الحصول على خدمات الناجين معروف يوسف لاعب الزمالك بشكل نهائي، وشاف ان المبلغ المالي ده كبير، وطلب من مسؤول الزمالك ان هم يخفضوه. عندنا مفاجاه، الاستاذ محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد اعلن وقال ان مرتضى منصور لم يرفض مساله تتويج الاهلي بالدوري في حاله الغاء المسابقه، رغم ان رئيس الزمالك بيخرج مرارا وتكرارا يقول انه رافض مساله تتويج الاهلي بالبطوله في الاعلام، لكن الاستاذ محمد مصطفى رئيس الاتحاد قال لا هو ما رفضش المساله دي في الغرف المغلقه او في مناقشات حول مصير الدوري. عندنا خبر كابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الاسماعيلي اعلن ان الاتحاد العربي لكره القدم هيقيم دوره مجمعه في المغرب الدور نصف النهائي للبطوله العربيه، وقال ان طبعا البطوله العربيه دي بيشارك فيها الاسماعيلي والرجاء المغربي واهلي جده واتحاد جده، لكن لسه المواعيد ما اتحددتش. طيب شكرا يا استاذ، دي كانت مجموعه الاخبار اللي معانا. شكرا يا استاذ علاء، شكرا جزيلا على مجهودك.